بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم قناة التمريض والطب. واليوم هنتكلم معاكم في موضوع مهم بيشغل بال كثير من الناس سواء كانوا كبار أو صغار، الكل بيعاني منه ومن مشاكله. هذا الموضوع هو علاج ديدان البطن عند الكبار والأطفال. احنا هنخش في الموضوع على طول من غير إطالة. أولا، هناك قواعد أساسية لازم نتبعها لأنها لا تقل أهمية عن العلاج علشان نمنع رجوع العدوى مرة أخرى، لأن العدوى بتحصل من أشياء بسيطة جدا مثل اللمس أو الأكل والشرب الملوث بالبويضات أو اليرقات بتاعت الديدان، وبتكون سهلة العدوى. النمرة واحد، العلاج يكون جماعي للبيت كله، يعني لازم كل أفراد البيت كبار أو أطفال لازم ياخدوا العلاج في نفس الوقت. نمرة اتنين، الاهتمام بالنظافة الشخصية لكل أفراد الأسرة مثل غسيل الأيدي بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استعمال الحمام وبعد مصافحة الآخرين وعند العودة إلى المنزل. قص الأظافر باستمرار، غلي الملابس ونشرها في الشمس، وعرض جميع المفروشات بتاعة البيت مثل السجاد والبطاطين وملايات السرير للشمس. عدم الأكل الخارجي، كل هذه التعليمات مهمة جدا حتى لا تتكرر العدوى. ثانيا، العلاج الدوائي، هناك عدة أنواع من الأدوية لعلاج ديدان البطن بتختلف حسب نوع الديدان، وممكن يكون فيه أكثر من نوع من الديدان في وقت واحد، وهذا يتطلب العلاج بأكثر من نوع من العلاج. أنا هشرح لكم بروتوكول علاج بأكثر من دواء لعلاج جميع أنواع الديدان. هنبدأ هذا البروتوكول بدواء اسمه البندازول أو فيرميكس. هندي 2 قرص أو 2 معلقة صباحا ومساء لمدة 3 أيام. هنكرر هذه الجرعة بعد 10 أيام ثم بعد 10 أيام أخرى، وبعد آخر 10 أيام بأسبوع هندي المريض جرعة من دواء اسمه البرازيكوانتيل، اسمه في الصيدلية ديستوسيد أو بلتارسيد. بندي المريض 2 قرص للأطفال أو 4 أقراص للكبار مرة واحدة، وبنكرر هذه الجرعة بعد أسبوع. ثالثا، العلاج بالأعشاب، وأفضل وصفة لعلاج الديدان بتاعة البطن هو شرب كوب من الشيح كل يوم على الريق بمعلقة من الشيح، بتتغلي على كوبات مية لمدة 15 دقيقة نار هادية، وبيشربها المريض أو الطفل أو حتى أي إنسان عادي بيشرب كل يوم كوب من الشيح على الريق، وبيعتبره أو يعتبره إن هو ده مشروب عادي ويتعود عليه علشان يمنع رجوع الإصابة ليه مرة أخرى. ولو هو مش مستساغه يشرب كل أسبوع كوباية على الريق. وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.